وقديما كانوا يقولون الكتاب ولدك المخلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. فقالوا الكتاب ولدك المخلد، وفي زماننا هذا تيسرت وسائل حفظ الصوت، وسائل حفظ الصوت، فأصبح العالم يموت ويبقى صوته. الإمام ابن باز رحمة الله عليه والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني وغير من أهل العلم أصواتهم موجودة فيها علومهم وبيانهم ونصحهم وتوجيههم، ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى علومهم بأصواتهم ويستفيدون منها. فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس سواء ببيان العالم أو بإيصال علم العالم إلى الآخرين، قد لا يكون الإنسان عالما لكن يوصل علم العالم إلى الآخرين، إما بإيصال كتاب أو شريط نافع أو دلالة طالب علم إلى مجلس علم. كم في هذا من الآثار المباركة. أحيانا يوفق شخص إلى أن يحث شخصا على طلب العلم، يرى صغيرا فيحثه على العلم ويرغبه في العلم فينشرح صدره ويقبل على العلم، فيكتب لهذا الذي دله على هذا الخير أجره، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، والدال على الخير كفاعله. فإذا هذا باب عظيم جدا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الإنسان، والنفع المتعدي هذا من النفع القاصر. عندما يفتح للناس مجالات أو أبواب سواء في مجال العلم أو مجال أيضا نفقة الأموال، قد يكون شخص لا مال عنده لكنه يحدث صاحب مال بطريقة سديدة جيدة في نفقة هذا المال وبذله، فيعمل بها فيكتب لهذا الفقير والمعدم أجر ذلك المنفق، لأن الدال على الخير كفاعله، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم جدا حقيقة يجدر بالمسلم أن يعتني به. والرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يرتفع بها عند الله عالي الدرجات ورفيع المنازل، وهذا أيضا من هذا الباب، باب المضاعفة بالكلمة الصادقة الناصح فيها لعباد الله التي يكون نابعة عن صدق وعن إخلاص وعن حرص على نفع العباد. إذن هذا باب من باب المضاعفة، وهو باب الآثار، ويسميه بعض العلماء عمر الإنسان الثاني. الإنسان له عمران في أعماله، وقت حياته الأعمال التي يقدمها، وبعد مماته آثار أعماله، آثار أعماله. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من تكون همته في عمله ليست قاصرة على أجر يحصله على عمله في وقته، بل تطمح نفسه إلى أعمال وأجور يحصلها بعد وفاته. وهذا هو التخطيط النافع المفيد غاية الفائدة للعبد، أن يخطط لشيء يحصل أجوره وثوابه إلى ما حد، إلى ما لا حد له ولا عد. ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدميه في الأرض صحيحا معافى، ويمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يحصل أجرا بل يكتسب إثما ووزرا، وآخرون تحت التراب توفاهم الله سبحانه وتعالى من سنوات طويلة ومن أعمار مديدة، وهم كل يوم يحصلون أجورا، كل يوم يحصلون أجورا وثوابا، وهذا يمشي على قدميه صحيحا معافى، ويمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة والشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والثلاث، ولا يحصل أجرا بل يحصل عياذا بالله وزرا وإثما.
وذاك ميت في قبره، والأجور عليه تتوالى كل يوم. وهذا وفقه الله سبحانه وتعالى في حياته إلى العناية بهذا الجانب الذي هو باب تضعيف الأجر الذي يتعلق بآثار العمل، آثار العمل. وهذا جانب حقيقة ينبغي على العبد أن يتفقه فيه، وأن يحرص أن يجعل له نصيبا، يحرص على أن يجعل له نصيبا، لأنه سيأتي عليه يوم وتنتهي مدة في هذه الحياة، فيحرص على أن مدة تنتهي في هذه الحياة ويبقى الأجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.